غيطفى هادشي دركا والله حتى غيطفى هادشي ملبق هادشي غير واش كيتصور بعدا خاصو يتهنايا كان بعد الكشفه هادي الوساده الكشفه انا راني مريض شوف انا ديما ملي كنجي نصور كنكون يا مريض يا عندي لي زكزاب يا فيك يا فيك المهم ضروري شي حاجه اللي كتخلق الحدث شي حاجه اللي كتقولي نوض صور فيديو يوتيوب نوض اول فيديو صورتها في يوتيوب غير لحقاش فيسبوك واتساب ما كانوش خدامين يعني ضروري كيكون داك الدافع داك الحافز داك تيكوكا واحد الحاجه بعدا واحد الفان فاكت هو من الصيف لهنايا هي مرضت شي 20 مرة 30 اكثر شي 50 مرة ام فاكسينيتد ولات عندي المناعة ديال دوك اللي كيفطروا بكونفليكس انا اصلا ملي كنت صغير كانت عندي المناعة مناعة الحمير ما نعقلش على راسي ملي كنت صغير كنت كنمرض نعقل على مرة وحدة مرضت بوشويكا بعدا بوشويكا واش كتعرفوا واش هو بوشويكا بوشويكا هو واحد المرض كتولي كامل فيك التقابي مشوكين كتولي بحال الهنديه كيجيك او بلس مره في العمر يعني سواء غادي يجيك سواء ما غاديش يجيك وغالبا كيجيك ملي كتكون صغير انا اصلا عشان كنهضر على بوشويكه في الانترو منش عارف واش بدكم السلام بعدا المهم علينا نتوما بالدار داركم هاد الفيديو هادي شنو فكرت غادي ندير فيها غادي نقيسوا درجه قداش ما غاديش نقول لا هذيك الكلمه غادي نقول شي كلمه اخرى غادي نقيسوا درجات الذكاء ديالنا نشرح لكم بعدا البلان من الكونفينمون لهنايا وليت كنحس راسي بلي عقلي ما كنخدمهش بزاف واصلا معاشر مع صحابي مسكرين يعني حتى داك التسكر ولاو كيعطيوه لي فهمتوا المهم على داكشي فكرت بانه درك غادي ندير واحد تيست ديال الاي كيو غادي نشوف درجه الذكاء ديالي ولا درجه الكلاخ المهم على حساب غادي نكون كنفوتو وانتوما كتشوفوني كنفوتها يعني حتى نتوما غادي تفوتوه معايا تيست اي كيو دك 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 زيد دك عاود دك يلا غادي نبداو بالكيسيون الاولى الله شي بحال السيونس ا كيل كاري ان بوين بيتي لتر اجوتي دو سورت كيل ريسبكت لي ميم ريغل كو لو كاري سي جوج بداو بالسخون او 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 اش هو هذا درك انا ما فهمتش انا هذا الوسخ اللي حاطين لي هنايا تخربيش غندير بي غلط ما علينا شوف هذه كيسيون الاولى هانيه من كيغلط في الاول وموراها كيف راه طرح السؤال رقم 2 قال لك كيل سيركل سو كاش دايغ لو بوين دانتيروغاسيون يعني الدورة اللي غتكمل هذا الشكل المهم اللي لاحظت في هذه يمكن عرفتها اللي لاحظت في الكيستيون هذه بلا كاين جوج دويرات وكل دويرة معاودين منها جوج اللي بقات ناقصة هي الاف غلط انت كيفاش غلط شاك سيف كونت ماني الزوجة هانية ما كنجيبوش فيها الثالثة ثابتة قال لك سي ان نوم اي دومي زعما راجل ونص كونستخويز ان مور اي دومي زعما حيط ونص عيقتو اون ان جور اي دومي واحد ونص دار واحد ونص في نهار ونص يعني في ست ايام غادي يدير ست حيوط هذا واحد ونص في ست ايام غادي يدير ست حيوط يعني خصني ندير قسمة أوكليد ولا ندير العملية الثلاثية ولي كرا فيها واحد ونص واحد ونص واحد ونص غتجي فيها ستة العملية السداسية شوف قالك راجل ونص راجل ونص زعما راجل واحد راجل معاه فيه ميت ونص الرجال غادي يديرو ستة وثلاثين وغنديرو قسمة على واحد فاصلة خمسة باقي معاقلين على قسمة أوكليد والله ما فيها اللي يفكر مرور ولا غادي نديرها أربعة وعشرين هادي يبني 24 حيط ايزي بيزي نشوفو صحيح بورتون معنديش مع الحساب انا ديغنيغمون كنت مشيت عند مول السويقة كنت مشيت للسويقة وبغيت نتقضى كنت باغي نتقضى الجلبان اصلا الجلبان في ديك الوقت اللي كنت غنتقضاه ما كانش داخل وقتها كان غير واحد السيد باغي يدير لنا طاجين
اللي مسكين خرج كي مانيش عمر ما تنسبه لاقاش ما قال لك سيدي جيب الجلبان. مشيت انا عندك مول الجلبان وقلت له شحال الجلبان؟ قال لي 13 درهم. انا مين قلت له شحال الجلبان فهمتي زعما غير ديك القضيه كتهشر بنان زعما مين غنجي نخلص راه ما غاديش تدوز عليا الدكاكه فهمتي زعما راه غادي نخلص راه غادي نشد معاك السول. قلت له عبر لي نص كيلو ومين جيت نخلص قلت له شحال؟ قال لي يا ولدي واش ما قاريش. والله سيري شي واحد يشرح له بالله راني سيون سمارت وبالله راني قريت عامين ديال البريبا وما عرف كاع واش والله ما عندي بيت تاع فراسكم. قال لك كاين لي لو كاري مونكو شنو هو المربع اللي ناقص في الشكل هذا؟ ما عنديش انا مع الاشكال عرفتي هذا راه جاني شي تيست ديال الذكاء هذا تيست ديال الشوف عرفتو باش كتمشي عندك مول العين وكيوريك ديك كتشوف لهاد الجيه والديم جلوبال الجهه الاخرى وداك الشيء وكدير بحال هكا وكتبقى كتشوف عاد كدير بحال هكا. ديما كتوقع لي واحد القضيه ديما باش كنكون مزير على واحد العين كنبقى كنشوف بهذا مين كنقلع باش نشوف بهذه هذه اصلا كنكون مزير عليها ما كنشوف بها والو يعني ديما هذه كتكون ناقصه على هذه. واحد الوقيته كنت كنقرا في التحضيري وكنت باغي ندير النظر داوني عندك المهم دخلوا وجهي فديك لاباراي ديال اللي كتشوف فيها داك المنطاد المهم اللي داير النظر ديجا غيكون عارفها. ايوا باش دخلوا لي باش غادي يشوف عيني مين انا شفت داك المنطاد وانا ندير بحال هكا زعما باش نبان لهم حول ويديروا لي النظر حول ولا غادي نفوت هاد الكيستيون غادي نجاوب اي جواب غادي نقول هو الاف. عندي المهم شك ما بين الاف وما بين السي غلط هذا ما تيست ما والو راه ما يمكنش هذا الشيء. اش هي هذه كومبيان دو سال كونتيا ان بوين نوار؟ واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية صحيح لا هادي هادي لعبت عليكم فيها واعر هادي هادي حقرتكم فيها من درك ما كاين غير صحيح 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 لي شيفر دو ا اسيس دوف اتر اوردوني دو سورت كو لانسوم دو شيفر دو ا 2. المهم انا على حسب ما فهمت فادي بانه غادي يكون عندنا بحال عدد قدام عدد قدام عدد ياك وداك العدد قدام عدد ما بين عدد وعدد كاين اعداد مين غادي تجمعهم وغتجمع معاهم داك العدد وداك العدد غادي يعطي واحد العدد اللي هما راهم كيشرحوه كل خطره عطينا واحد العدد. المهم ما غاديش تفهموني ما عندكم ما تفهموا خص يكون الاي كيو ديالكم كبير قد يعني. واحد زوج ثلاثة أربعة هي هادي ثلاثة واحد خمسة جوج خمسة لا لا الاي كيو عرفتوا الى ثلاثه ديال الكيسيون صحاح صافي. قال لك سيدي كاين فيغور كونتينيو لا سيكونس يمكن الاو 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 سير الله شنو هادي اي ا سوكو اي ا واش هي هادي؟ المهم الى لاحظتوا بعدا في الاول داك الاول اللي عنده داك الشي بيض الاخر عنده كحل ونقلو ودي ما عارف غادي يكون زربت عليكم في هادي اه قلت لكم الاي كيو ديالي كبير عليكم اه يا طا واش هادشي بروبابيليتي؟ لا لا ما لعب ما لعبش هادشي. قال لك سيدي راجل عنده 53 تقشيره باينه كل تقشيره من جهه 29 بلو ها 17 الغوج و7 نوار من برا il n'a plus d'électricité et il est complètement dans le noir. دونك هو قال لك في النوار وخصو يجيب التقاشر زعما ما بان له فوقاش يجيب التقاشر حتى غادي هو يكون طافي الضو لا اللوجيك ما كايناش. قال لك غادي يبقى يجبد في دوك التقاشر خص فوقاش غادي يكون شحال خصها يجبد من التقشيره باش غادي يكون عنده تقاشر زعما كل وحده عندها صاحبتها كل وحده عندها فرتها. حنا غادي نمشيو ما غاديش نخدموا داك الشيء تاع الماط والشباط وكذا غادي نخدموا دك دك كاينين دك دك داك الشيء اللي كتخدمه باش ما كتكونش حافظ. حنا عندنا 29 زرقه يعني كل وحده مع صاحبتها هي 28 زرقه ياك عندنا 17 الحمراء يعني كل وحده مع صاحبتها هي 16 الحمراء
وعندنا 7 ديال الكحلات، يعني 6 ديال الكحلات هما اللي رحنا باغيين حنايا ياك. ما غاديش تفهموني واش راني كندير لكم هادشي كبير عليكم ياك. الا شدينا 28 ونديروا العمليه الاربعة وقسمه اوكليدز، 28 و 6 غتعطي 34 و 16 غتعطي 50، يعني خاصنا 50 تقشيره. قلت لكم ما غاديش تفهموها، ما عندي ما ندير لكم، والجواب غلط. قال لك اسيدي خصو غير 46 تقشيره، هذا سميتو التفلسيف، هذا سميتو اصلا هو خصه حتى غير يطلع النهار بعدا ويجبد التقاش. Il pourrait avoir pris toutes les chaussettes bleues et rouges réunies pour être ma fille dit fait oui fait bon tu m'as la screen comme fait bon quel cassidi a dit que c'est le loul et a tuk tuk ce que tuk et a بدينا مستطيل طويل وجاموراه القصير، لا جاموراه المتوسط عاد القصير، كملنا بالقصير موراه المتوسط عاد الطويل. يعني هو الجواب بي، باينة غنكون حقرتكم فعلا صحيح. شوف الذكاء شي حاجة ما معطياش كلشي، سمعتوني انا فكري فائق. هاد اللي كيستو اللي كيكونوا بحال هكا كيكون فيهم الهضره بزاف، ما كنضيعوش فيهم الوقت، كنقمروا فيهم. غادي نقول هي لا كيسيون، نقول سي، نقول دي، نقول او، نقول سي، نقول سي، والله الا صحيح حق ربي ما والله ما مشيت، والله ما مشيت. واخا تنقول لكم الا ما مشيتش ما غاديش تيقوا لي، تيقول لك قعدوا. هذا سميتو الذكاء. ها حنا عاود بدينا في الحساب، كاين النومبغ سو كاش ديغيغ لو بوان دانتيغوغاسيون، 16 39 85 177 361. غادي نعطيكم هادي نتوما اللي غادي تخرجوها، انا ما غاديش نحاول نفكر فيها، نتوما خصكم تفكروا فيها. يلا واللي لقاها غادي يربح معانا قسيمة شراء. انا غادي نحاول نشوفها غير بالشوفة، نتوما غادي تحاولوا تشوفوها بالعقل. شوف ما بين 85 و 177 كاين قل من 100، وما بين 177 و 361 كاين قل من 200، يعني ما بين 361 وداك العدد اللي جاي كاين قل من 300. هي شحال؟ هي 545. غلط. هادي حتى هي ما غاديش نفرعوا راسنا معاها، وغادي نأمر أمر والله إلا لقيتها. إلا لاحظتو 6 زائد 5 ديك 56، 6 زائد 5 شحال كتساوي؟ 11. 11 زائد 56 67، 7 زائد 6 شحال كتساوي؟ 13 زائد 67 80، وبهذا 104 شحال كتساوي؟ 5. 5 زائد 104 109 هي الجواب الصحيح. صافي مور هادي ما غاديش نزيد، ما غاديش نزيد لحقاش انا متاكد بانه داك اللي راكم كتفرجوا فيا حتى واحد ما بان له بهاد السرعه هادي. عيط صافي، غادي نديرو اخر كيسيون، غادي نمشي لاخر كيسيون. عرفتوا اخر كيسيون كي دايره؟ لا بحال هاد لي كيسيون هادو كنخليهم ليكم، هاد لي كيسيون هادي غادي تفكروا فيها. انا عندي الجواب، اول جواب عندي انا ما غاديش نحطو لكم هاك، واللي اللي لقى لي الريبونس ديال هاد السؤال هذا عنده قسيمة شراء. درك غادي نشوفو التقييم ديال الذكاء ديالنا. فوتخ ريزولتا تري بون. واو 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 واو، انا فكري فائق، يعني فهمتو قال لك الاي كيو تري بون. هو علاش ما عطاوش نقطه؟ حقاش خصك الا بغيتي نقطه خصك تخلص، وانا ماشي انا راه الاي كيو ديالي طالع، يعني ما خصنيش نكون كنيمه باش انا غادي نمشي نخلص باش يقولوا لي انا شحال ذكي. شوف الذكاء داكشي في القلب، فهمت انت بينك بين راسك، حتى اللي غادي تقول راسك واش ذكي ولا مش ماشي ذكي. كاين اللي كنيمه صحابي، وكاين المهم كاين على حساب. قولوا لي نتوما شحال جبتو،
وشحال راه ما كاين لا قسيم الشراء لا والو بعدا غير باش نتفقوا راه غير نضحك معاك الدعابات الدعابات شويه ديال الحبقات. صافي وصلنا للتالي ديال الفيديو، نتمنى تكون عجباتكم عجبتكم ولا ما عجبتكمش، وانا ايه انا ايه ما عجبتكمش هالحيط هالراس هالضحك هذا اللي كيتفرج حتى لدابا وغادي زعما ايلوز لو كريتيكي زعما طاب فاس. صافي هذا ما كان باي 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 باي، ودعيو معايا ودعيو معايا الله يشافيني يا ربي الله يشافيني والله يشافيكم تاتوما اللي كتفرجوا فيها. قبل ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب و إن أعجبك الفيديو ديك كيطلع، إن أعجبك الفيديو اضغط على الجرس، لا هذا ماشي جرس هذا زر الإعجاب، والجرس هو ضو ضو ديك الزمارة ديك صافي هذا ما كان، يلاه بسلامة تهلاو فراسكم.